اسماعيل اسود فور كيلو اسود فور كيلو وقت يحتي النار بي حيت صراحة لبيتين وحماس اللي فلوغا ديسكاس حماس الأمازيغية وهي هاي أزول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى لكم على خير إن شاء الله مرحبا بكم مع مثل الفلوق الجديد غير إن شاء الله تسوح جدرزة وكان كشمه قمة ديسي جاب ايتما غادي ان شاء الله ازريح لي كيسيون لي المشكل حماس من انستغرام لماس للواتساب كما ديت ايتما صراحه المشكل ديال كيسيون حماس من انستغرام لماس الكيسيون يا بنين حماس للواتساب لماس ني الميساج يا بنين ايغا تحفيزي على شي تليفون باش داوني مليح لي كيسيون ديال المشكل حماس من انستغرام كما ديت ياب يا الهي روبليني زين صراحه ايتما ديرون جيني زين دبان سمحتي عباره يحط بين حماس لا فيديو حيت سيفاي ديتما تسم كلشي مالا الياس موسي اول كيسيون حماس من انستغرام ايه قال وغاد ديتما تقمات الياس موسي يناي مالك تحسوت يحط فلوغي تقمات الياس صراحة اسحسوت حماس الفرحة حيت اسكري حيت الحاج اللي تعجبن بارا بارا استفادن ويا ديرني حيت صراحة لبيتينو حماس اللي فلوغا اللي سكاس حماس الامازيغية وهي انه اي واحد مغربي ولا عربي باش يسن امازيغ مالك ديلا باش استتعلم يسنت عن طريق الكلام اللي سوا الحماس كل فلوغ ولا كل فيديو باش اي واحد ولا اي وحده تعلم عن طريق الصوت عن طريق
ترجمة باش أي حاجة تسفل داس استيطغر، باش أي حاجة زرات سوانس أو لا تسفل داس زرات عن طريق الترجمة باش أسيساول تعلمات كومينيكيسيس استريقة إليتما عن طريق الصوت دماس عن طريق الترجمة يمكن أي واحد أي تعلم الأمازيغية دغيا، ولكن ضروري التطبيق يحري لا التطبيق ولا تعلم دغيا يخصك تسوال أي واحد سواء كاين سوال تعرب أو لا سوال تمازيغ ضروري خص التطبيق أو لا سوال لونجلي ولا فرونسي يحري لا التطبيق إليتما ورجود كاين راه يتعلم صراحة مشكني انا راني نتعلم الفرنسي او لا لونغلي يخص التطبيق حيت ما كومينيكيشن يخص ضروري التواصل كاين دابا سنكري يعني اضنين باش اتشونجي لي ميساج باش تسلك مثل الفكره لك بوايه ديالنين عن طريق الرساله او عن طريق الكلام ضروري تما الكومينيكيشن كومينيكيشن غير تعلمتي حتى نربي هو اللي كان الجواب ينوت احمد الياس صراحه انا تفرح بارا حيت اطلوقي حدث كرهت الحاج اللي حبيه اللي تريح وفيه غير صراحتي نو صراحه بغيت لك دام ان شاء الله راه يسلك اول امازيغ ان شاء الله حماس المغرب ولا حد الدول العربيه ان شاء الله ولما لا اسلكم اولي اجانب باكلاف لاتينيت ما ان شاء الله اتمنىه لكم الميساج باذن الله تقماتي ديال سموسيت باكلاف لك غمانو تمير نك بارا فماس السؤال اللي فولكين بارا هاوين اما غادي يتما سؤال وريقة سؤال ولكن ايقا الموتيفيشن صراحة يا الكيستيون حماس الانستغرام ايدوش كان دماش نيان حماس الواتساب دماش نيان الميساج تحفيزي دار ولتما سكينة لتيقان وغاد ليه قسنا اكي وافق ربي ولتمانو سكينة ترمير من بارا ولتمانو اكي محفظ ربي حيت قيت وفية دائما كنت شكرا حيت دائما ريك دعمت لك دعمت الكونتينيات رايلكم بإذن الله سماس الموتيفيشن باك الافلام ولتمانو تحياتي اما غدا يتما تشكايد لكيستيون حماس الواتساب عند دوال اسن سفل مالسينة تقمات جمال يا تقمات ساتو سرع السود فور كيلو وقت يحتي النار بي استيلون كي ايقات يديس السود تقرات نادي استخدمتي عسول تقرا داك يوافق ربي ايه تخدم داك يوافق ربي هاوي تقمات جمال ترميت لك بارا كمانو فماس وسقسير كيحضر باك مانو صراحة تسعد اللي عاد تصور واحد الفيديو كمل فورماسيون كمل القراية اللي دري لاب لا دوزيام اني تكنيسيان اون جيستيون انفورماتيزي لا زري دي زيكزامان سيمانا اللي زرين غياد اللي عاد تصور واحد الفيديو حيت تعطل حماس لا فيديوهات صراحة حيت قرب ندير لي زيكزامان صافي اج حتى رغيلات غاسة لي قالت 22 حماس 7 يدقام 21 زريح لا سوتنونس الحمد لله بريزونطاسيون لابليكاسيون الحمد لله زري بخير وعلى خير الحمد لله رغيلات كمل على الفورماسيون رغيلات ما كان غير الطاقم زعما لي فلوغ ان شاء الله دوري اقتصاد خدمة حتى استعداد حيت خصني فلوس باش اسكر حتى الحوايج ديالنا ان شاء الله حماس لاشين يا تلعى جديد ما باش هذا استرق حغيلات كيف تسكر لكي اند اي ولكن كي اند اي را تسكر ان شاء الله حماس نسراكا ما دولت ما بإذن الله خودا را تسكر لكي اند اي ياب ولت ما زيني بكوتن مبروك في اللامة ولت ما نو 40 كا ان شاء الله كنت 50 مية الف مليون بإذن الله حيث تعقاد وقرأ ولت ما نو او لهو ولكن نتاق مات عزيز تغبط بارا اتمنى ان شاء الله دي تريد بإذن الله عما قريب حيثنا بيت تريد سماش نتي فلوغ سنك ان شاء الله مبروك في لك توكي ان شاء الله تلقم 5K 10K مليون بإذن الله استقعت وقرق منو أو لهو خصك دي تريد إن شاء الله تقمر تعزيز صراحة أنا الغاية حمر بنك بارا تحياتي لك أقمى بيس اي واحد يسيبورتي القناة دي سيبورتي الكونتينية الامازيغي الاستيني احترمير نكاقما او لا ولتما تحياتي لكم غيخلي بالدالة دي تنصات وثلاثة فوكي الوقت ان شاء الله السلام عليكم